مسحوق ماكا. تم استخدام جذر الماكا تقليديا لتعزيز الخصوبة والدافع الجنسي. يزعم أيضا أنه يحسن الطاقة والقدرة على التحمل. مسحوق جذور الماكا مغذي للغاية، وهو مصدر كبير للعديد من الفيتامينات وخصوصا فيتامين B6، المعادن الهامة مثل فيتامين C والحديد والبوتاسيوم وفيتامين D والمنغنيز، وإنه مصدر جيد للكربوهيدرات وقليل الدهون، ويحتوي على كمية لا بأس بها من الألياف. يزيد الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، ويزيد من الخصوبة عند الرجال، ويساعد على تخفيف أعراض انقطاع التمث. يمكن لماكا تحسين مزاجك وتقليل القلق وأعراض الاكتئاب، هذا لأنه يحتوي على مركبات نباتية تسمى مركبات الفلافونونيد، والتي تم اقتراح أنها مسؤولة جزئيا عن هذه الفوائد النفسية.